وأيضا في قضية مهمة قد تصدر من بعض إخواننا السلفيين من طلاب العلم، فأحيانا تجدهم يقولون فلان فيه خير، صاحب سنة، نرى عنده سنة، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. كانوا لا يأخذون عن الرجل حتى يخبرون حاله كأنهم يريدون أن يزوجوه. إيش معناه؟ معناه أنهم يعرفون مداخله، مخارجه، يعرفون حتى الأمور الخاصة المتعلقة به. لذلك هذه التزكيات المرسلة بلا قيود إلا مجرد الظاهر لا تكفي. ما علمت حاله قل ما أعلم حاله، ما رأيت منه إلا أمر كذا وكذا، لكن لا أستطيع أن أزكيه، لأن التزكية تعني أنك تعدله وأن تعدله وأنك يعني توصي بالاستفادة منه. ومن أخبث الطوائف التي تنتمي للمنهج السلفي، وهي من أشد أعداء المنهج السلفي، طائفتان متلازمتان: التكفيرية السلفية والحدادية الخارجية التكفيرية. أيضا أشد وأسوأ هذه الطوائف. لماذا؟ لأنهم بمنهجهم يسيئون للسلفيين ويصورونهم وكأنهم خوارج، وكأنهم علاقتهم بالحاكم الشرعي علاقة مضادة، مما يؤلب عليهم السلطان ويؤلب عليهم الناس، مع أن السلفيين من أبرز اعتقاداتهم السمع والطاعة لولاة الأمر، الصبر على ولاة الجور، النهي عن الخروج على ولاة الأمر، الدعاء لهم بالصلاح والخير. شتان أبدا بين المنهج السلفي والمنهج التكفيري، وشتان أبدا بين المنهج السلفي والمنهج الحدادي. والحداديون اليوم يتظاهرون بأنهم على السنة وأنهم متمسكون بآثار السلف، وهم في الحقيقة لا يقتدون بالسلف. لأننا نقول لهم: من أين جئتم بهذا المنهج؟ ومن أين جئتم بهذا الكلام؟ هذا الكلام الذي تسيرون عليه أيها الحدادية يخالف منهج أهل السنة والجماعة، يخالف المنهج السلفي، تطعنون في رجال السنة من أمثال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن أمثال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، وتصفونهما بأنهما من رؤوس المرجئة في هذا العصر. لا شك أنهم يطعنون في أهل السنة، والطعن في أهل السنة من علامة أهل البدعة. هذا جانب. الجانب الثاني عند الحدادية أنهم يصلون إلى تكفير المخالف لهم من أهل السنة، يصلون إلى تكفير المخالف لهم من أهل السنة. الأول يرمونهم بالإرجاء، يعادونهم، يرمونهم بألقاب السوء. الثاني يصلون لمرحلة التكفير، لأنهم يرون أنه لا عذر بالجهل. يترتب على هذا أن من عذر بالجهل فقد وقع في عدم تكفير الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر عندهم. والعجيب أن سلاحهم أو خنجرهم هذا المسموم مسلط على علماء السنة: ابن تيمية، ابن باز، الألباني، الشيخ ربيع، وهؤلاء العلماء الكبار. خنجر مسموم للطعن في علماء الأمة، يكفرونهم، ولهم كلام يدل على ذلك. بل لهم اجتماع كان في الطائف قبل عدة سنوات، توصلوا به أو قرروا فيه أن من عذر بالجهل فقد وقع في الكفر. فالألباني عندهم جهمي، وابن عثيمين رحمة الله عليه عندهم جهمي. لذلك هذه الطائفة خبيثة جدا، فاجرة، فيهم شدة وغلو الخوارج، حتى في كيفية كلامهم، حتى في تعاملهم في المسائل الشرعية،
ما عندهم لين ولا عندهم حكمة ولا عندهم صفاء، تقرأ لهم وأنت مكهرب، لأن الكلام خارج من صدر تكفيري ثائر، ما هو من صدر صاحب سنة، وإن ادعوا أنهم أصحاب سنة.